وننتقل مباشرة إلى واشنطن، ومعنا من هناك مراسل قناة فلسطين وهو إسلام براجي. أهلا وسهلا بك سيد إسلام. سيد إسلام، حدثنا بداية عن أوضاع الشارع الأمريكي لليوم التاسع على التوالي من الاحتجاجات. تحياتي لك وللمشاهدين. الأوضاع لا تزال ساخنة في الشارع الأمريكي، الاحتجاجات متواصلة خاصة في فترات التي أعلنت أو فرضت فيها السلطات حظر التجوال في الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى بعد أن وجهت النيابة لاتهامات جديدة إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين، إضافة إلى تعزيز العقوبة التي فرضتها على الشرطي المتهم بقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد. حتى الآن مشاعر الغضب موجودة في الشارع على الرغم من هذه الأحكام، لكنهم وأعني بذلك المتظاهرين قد استقبلوا هذه الخطوة بنوع من الارتياح، ونزلت كالماء البارد على قلوبهم، ولكنهم أكدوا أنها خطوة أولى في طريق طويل لتحقيق العدالة في الشارع الأمريكي، خاصة بعد أن شهدت الولايات المختلفة على مدى السنوات الماضية وبالتحديد في الأشهر الأخيرة حوادث متفرقة إن دلت على شيء فهي تدل على أن جرائم الكراهية لا تزال موجودة بقوة في الشارع الأمريكي. يعني كم ولاية حتى هذه اللحظة انضمت إلى هذه التظاهرات؟ العديد من الولايات، المدن بمختلفها من الشرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى غربها تقريبا متحدة في الإصرار على أن يكون هناك مظاهرات غاضبة تخرج كل يوم، إلى أن يتم البدء بشكل جدي في تحقيق العدالة في الشارع الأمريكية. نعم، يعني نلمس أيضا تغييرا في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف نستطيع أن نفسر ذلك؟ هل هو في مأزق أو ماذا؟ بالتأكيد الرئيس الأمريكي حاليا في مأزق، خاصة وأن هناك معارضة شديدة له في الشارع الأمريكي من مختلف الشخصيات العامة حتى داخل الإدارة الأمريكية، ورأينا هذا في التصريح الذي خرج به وزير الدفاع مارك إسبر منذ أيام قليلة، وأدد فيه بالحاجة إلى تدخل الجيش للسيطرة على هذه المظاهرات. حتى ورأينا أن وزير الدفاع الأسبق جيم ماتس الذي كان عضوا سابقا في إدارة الرئيس ترامب هو الآخر قال في تصريح غاضب ومفاجئ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على إدخال الفرقة في المجتمع الأمريكي، وأنه لم يبدي شيئا تجاه لم شمل المجتمع الأمريكي. رأينا أيضا رئيس الأركان السابق للجيش الأمريكي وخرج بتصريح غاضب هو الآخر للتنديد بإقحام الجيش في التعامل مع الأمور المدنية. ليس فقط ممثلون عن القوات العسكرية للجانب الأمريكي هم من أكدوا ذلك، بل حكام الولايات والحكام المجالس المحلية المختلفة أيضا نددوا باستخدام أو بعرض تدخل الجيش في الولايات، وأكدوا أنه لا يمكن للرئيس الأمريكي فرض إدخال أو تعزيز أو نشر القوات العسكرية في الولايات الأمريكية دون الحصول أولا على موافقة حكام هذه الولايات. ورأينا أيضا مؤخرا عمدة مدينة واشنطن العاصمة الأمريكية حيث أمر ترامب بإدخال عناصر من الحرس الجمهوري لمواجهة المحتجين خرجت للاعتراض الشديد على هذه الخطوة قائلة إن الفريق القضائي والقانوني في الولاية العاملين معها يعملون على تقييم هذه الخطوة من الجانب القانوني تمهيدا للاعتراض الشديد عليها. سؤالا آخر، إلى متى تتوقع أن تستمر هذه التظاهرات، أو ما الذي سيوقف هذه التظاهرات بما أنك تتابع عن كثب الوضع الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي السابق أوباما خرج أمس بتصريح من خلال ندوة عقدها
للتنديد طبعا هو لم يوجه هذه عادته، لم يوجه انتقادا مباشرا للرئيس ترامب، لكنه قال ان هناك حاجه ماسه الى ان تكون هناك بعض الاجراءات الخاصه والاصلاحات في الاساليب الشرطيه للتعامل مع المشتبه بهم، خاصه بين الامريكيين السود. بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع المزيد من التشريعات لضمان أن يكون هناك نزاهة وحيادية في التعامل مع هذه القضايا التي تظهر في الشارع الأمريكي من وقت إلى آخر. الأرقام الأخيرة التي كانت متداولة على الساحة الأمريكية تشير إلى أن طائفة الأمريكيين من الأصول الأفريقية يلقون معاملة تمييزية في العديد من القضايا، حتى أن الأعداد الكبيرة بين نزلاء السجون إذا ما تم احتساب وإجراء بعض الإحصاءات سنجد أن الطائفة أو هذه الطائفة من الأمريكيين هم الأكثر تواجدا في السجون الأمريكية. نعم سيد إسلام، برأيي أن هذه الاحتجاجات لن تتوقف في الوقت القريب حتى يكون هناك إصلاحات قوية على الطريق للبدء في التخلص من هذه العنصرية. نعم وصلت الفكرة سيد إسلام براجي، مراسل القناة فلسطين في واشنطن، شكرا جزيلا لك.